خلونا يعني نعرف تفاصيل أكتر من المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. برحب بحضرتك يا باشمهندس، أهلا بيك في 90 دقيقة. ألو، أيوة فندم، أهلا بيك. مساء الخير يا باشمهندس، أهلا بيك في 90 دقيقة. وخليني أبدأ مع حضرتك مع أهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع النهاردة بخصوص مشروعات الهيدروجين الأخضر. الحقيقة اجتماع النهاردة كان يعني اجتماع دوري بيتم مع فخامة الرئيس فيما يتعلق بمتابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية وخاصة موضوعات الهيدروجين الأخضر. الحقيقة يعني من عدة شهور احنا بدأنا في هذا يعني التوجه، وكنا عرضنا على سيادة الرئيس قبل كده ويعني ماشيين قدما في هذا المشروع. فالنهاردة كان أساسا متابعة لما تم حتى الآن، وإعدادا إن شاء الله إلى أن احنا نصل إلى اتفاقيات يعني نهائية وتعاقدات قبل مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم COP27. ف يعني زي ما اعلن اكثر من مره، احنا عندنا حوالي 6 تحالفات حاليا وقعنا معها مذكرات تفاهم. الغرض من هذه المذكرات هو اتاحه الفرصه لهذه الشركات انها تعمل الدراسات الفنيه والماليه والقانونيه. طب معلش يا باشمهندس، يعني ابرز هذه الشركات ايه؟ شركات ايه؟ في عندنا شركتين من فرنسا، في عندنا شركتين من الامارات، في عندنا شركه من النرويج، وفي عندنا شركه من الدنمارك. دي الشركات اللي احنا وقعنا معهم بالفعل، وفي بعضهم عنده شركاء مصريين. ده مهم على فكرة، يعني ده مهم جدا عشان نوضح للناس أو الشركات العالمية الثقة أنها تكون يعني عندها علم بقوة اقتصاد مصر. أكيد أكيد، ووجود الشريك المصري في هذه المشروعات برضو مهم، لكن أيضا الشريك الأجنبي مهم جدا، لأن هو اللي هيكون مستهلك لهذه المنتجات سواء في صورة أمونيا أو في صورة هيدروجين أخضر في الفترة التجريبية الأولى، بالإضافة إلى ضمان يعني التراخيص الخاصة بالسيرتيفيكيشن نفسه بتاعت هذه المنتجات. وبالتالي يعني أنواع الشراكات دي مطلوبة، زي ما استعرضت مع حضرتك، من أماكن متنوعة جدا من العالم. عندنا ايضا في الطريق ان شاء الله 2 أو 3 مذكرات اضافيه هيتم توقيعها مع جهات اخرى برضه، فبالتالي يعني في اهتمام عالمي. ده كله رغم الازمه العالميه الاقتصاديه. الحقيقه الازمه الاقتصاديه والازمه السياسيه الحاليه حطت ضغط اكثر على الاسراع بتنفيذ هذه المشروعات. المشروعات دي مشروعات معقده بتاخد وقت في تنفيذها، محتاجه تقنيه عاليه، محتاجه يعني امور كثيره عشان تتم بالشكل السليم. عشان كده بالتعاون الكامل ان شاء الله مع وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، مع الصندوق السيادي، وطبعا بالتنسيق مع يعني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالعرض على سياده الرئيس من وقت للتاني، بيبقى عندنا دايما توحيد للرؤى، بيبقى عندنا دايما يعني استعراض لما تم، واحنا لازم نمشي خطوه بخطوه. فاحنا عدينا مرحله توقيع المذكرات التفاهم الاولى مع المجموعة الأولى، حاليا في مرحلة تحديد الأراضي التي سوف يتم إقامة هذه المشروعات عليها ودراسة الأمور الفنية حتى نصل إلى يعني الميناء اللي هيتم فيه تداول هذه المنتجات. طب متوقع أنه تنفيذ هذه المشروعات ممكن تكون إمتى يا فندم؟ يعني إن شاء الله إذا وقعنا نجحنا في توقيع هذه العقود في قبل نهاية هذا العام، هتبدأ من العام القادم مباشرة. نتوقع انتهاء كامل المشروعات التجريبية اللي هي المشروعات الأولى يعني في خلال 2025 ل 2026 على أقصى تقدير، ثم تكتمل المرحلة الأولى. يعني احنا بنواجه الأزمة وبنتحدث زمن بالضبط بشكل كامل جدا جدا جدا. أي. وخلينا نقول بس نقطة هامة، ان هذه المشروعات بتقوم على طاقات متجدده، وبالتالي التعاون الكامل مع وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده فيما يتعلق بتوليد الطاقه المتجدده سواء من الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح جزء هام جدا، لان ده بيتم خارج المنطقه الاقتصاديه. احنا دورنا في المنطقه الاقتصاديه هو استيعاب بقى التصنيع نفسه وامداد هذه المشروعات
بالمرافق والخدمات اللازمة والوصول بها إلى الميناء ويعني التداول داخل الميناء مع خزانات مزرعة الخزانات ورخص التداول إن شاء الله. بالتوفيق لحضراتكم، بشكرك جدا مهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.